اهلا بكم من جديد. في يوليو 2011 نزل اللواء طارق المهدي من مكتبه في اتحاد الاذاعه والتلفزيون ومشي على رجليه من غير حراسه لميدان التحرير عشان يتكلم مع بعض المتظاهرين وقتها في الميدان ويسالهم السؤال اللي هو كان انتوا عايزين ايه، لانه حقيقه كان في ناس موجود في هذه الفتره احنا مش عارفين هم عايزين ايه، فكان طول الوقت يعني عايزين ايه، هو نزل يقول لهم عايزين ايه. 2012 لما كان محافظ للوادي الجديد كان في تقارير احنا شفناها وبعض الصور وهو بيطارد عصابه سرقه قضبان السكه الحديد داخل المحافظ، يعني هو المحافظ بنفسه نازل يطارد عصابه. في اسكندريه لما كان محافظ ليها شفناه وهو في الشوارع بيتكلم بيواجه المخالفات بشكل واضح جدا. وده مش غريب، يعني لما بيبقى المسؤول خارج من مدرسة القوات المسلحة مؤهل ومدرب ومتعلم كويس، وده كلام احنا على فكرة بنقوله وما بنبقاش انا بقوله ولا اخشى منه، لانه الناس يجي دايما يقول لك ايه لا المسؤول العسكري وبيروح يبقى تنفيذي، لا التجربة قالت انه الناس دي متعلمة كويس متدربة كويس عندها خبرة فبتطلع تشتغل وما بتعرفش غير الانجاز، يعني ده الواقع اللي هو انا مش بقوله عشان انا قاعد قدامي اللي هو طارق المهدي.